السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا. معاكم زياد هادي، استاذ آلة العود والغناء والنظريات في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد. ارحب بكم اجمل ترحيب، واليوم عندنا موضوع بسبب طلبات المشتركين بخصوص دوزان أو ضبط أوتار آلة العود. ضبط أوتار آلة العود هذه اللي أمامكم، طبعا عندنا الوتر بالعود الشرقي، راح يكون عندنا الوتر الأول، ليس هذا يسموه قبدوغا، لكن اللي عنده قبدوغا مثل هذا الوتر الثخين أو الغليظ يدوزه، تقدر تخليه فا، لأن العراقي العود العراقي دائما دوزانه فا، هذا يدوزن فا، بس إذا كان صول هو يدوزن صول. الوتر الثاني راح دوزانه لا، هذا دوزانه لا. لا لا، ثم اللي بعده اللي هو ري ري ري، وتقدر هالسنته أمامي بآلة العود تسمع الري، تقدر بالمفاتيح تضغط الدوزان، وهذه صال صال، ومن ثم الوتر الأخير دو دو، واللي عنده وتر سادس فا فا. أوكي، هسه بدنا نريد دوزن دوزنة، هذا فا فا، لأن العراقي فا فا، التركي دو دو، والشرقي اللي هو عادي اللي قلت لكم بيه الوتر الأول صال ولا، وهكذا. شكرا لكم اخواني وتحياتكم، واتمنى انه ما قصرنا معاكم. لا تنسون الاشتراك واللايك لقناتي، وايضا اللي حاب انه يشترك بدورات الاونلاين، 8 محاضرات شهريا جاهز، ويقدر ينضم الي في الاونلاين، 8 محاضرات شهريا طبعا، ونقسمها على الاسبوع، وممكن يتصل برقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.